أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن إحاطة المبعوث الأممي المقدمة لمجلس الأمن بخصوص جهود إحلال السلام في البلاد. طالب المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث مجددا الأطراف اليمنية بتقديم تنازلات غير مشروطة لتحقيق السلام. وقال جريفيث في إحاطة قدمها في جلسة مجلس الأمن الدولي إن التردد في المسار السياسي في اليمن يشجع على تصاعد الأعمال القتالية، وأشار إلى أن السلام في اليمن سيجري وفق حكومة شاملة وعملية انتقالية سياسية وإعادة ترتيب الوضع العسكري، بالإضافة إلى إعادة تنشيط اقتصاد البلاد والقبول بإنهاء العداوات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دعوات المبعوث الأممي جميع الأطراف لتقديم تنازلات غير مشروطة، وموقف الحكومة الشرعية والتحالف من الحديث عن ترتيبات جديدة للسلام خارج نطاق المرجعيات الثلاث. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة، نذهب لمتابعة التقرير التالي. جلسة نقاش جديدة لمجلس الأمن حول اليمن. في هذه الجلسة بدت مقاربة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أكثر موضوعية، بتأكيده أن كل ما بذل من عمل وجهد يواجه اليوم خطرا عظيما قد يأتي على كل ما تحقق. أعاد غريفيث عرض خطة الحل التي قال إنها تتلخص في توحيد الرؤية من قبل أطراف الصراع اليمني ما بعد النزاع، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية، وعلى أساس تشكيل حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع بشكل حقيقي، وقطاع عسكري وأمني يحمي جميع اليمنيين، وفرصة لإعادة الإعمار وتنشيط مؤسسات البلاد واقتصادها. المبعوث الأممي لفت الانتباه إلى التهديدات التي تمثلها ناقلة نفط صافر في ظل التدهور المتواصل في وضع الناقلة، والذي ينذر بتسرب النفط منها بكميات تقدر بما يزيد عن مليون برميل في البحر الأحمر، مما يمثل كارثة بيئية واقتصادية لليمن ولجيرانه، داعيا إلى التعامل مع ذلك التهديد على أساس تقني بحت وبعيدا عن التسييس. وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، شدد السفير محمد السعدي على موقف الحكومة الذي يرى أن عقد أي مشاورات قادمة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها. وبرزت إحاطة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك كأهم ما جرى الوقوف عليه في جلسة مجلس الأمن. تضمنت إحاطة لوكوك اتهامات صريحة لكل من الحكومة والحوثيين بتعطيل وتقييد تحركات وأنشطة المنظمات الإنسانية والإغاثية، وعلى نحو يظهر تأثير الإنقلابيين الجدد في عدن والوصاية المشكوكة في نزاهتها والمفروضة من جانب التحالف على الشرعية. اشتكى لوكوك من إجبار المنظمات الإنسانية في عدن على الانتظار فترات طويلة للحصول على تصاريح بعملها، ومن عدم موافقة الحكومة على 30% من مشاريع المنظمات غير الحكومية، كما اشتكى من إعادة 8 شاحنات محملة بإمدادات طبية بعد احتجازها في مأرب منذ 30 يناير بعد فقدان نحو 70% من حمولتها. لكنه لفت في المقابل إلى مشاكل أكثر خطورة في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن طلبوا من المنظمات توقيع اتفاقيات تتعارض مع المبادئ الإنسانية، ومنعوا حوالي 40% من مشاريع المنظمات غير الحكومية العام المنصرم، معتبراً أن هذه الأوضاع غير مقبولة لأن إيقاف أكبر عملية مساعدات في العالم سيكون مميتاً لملايين الأشخاص، كما عبر عن القلق الحاد إزاء الحالة الإنسانية الراهنة لا سيما في محافظات مأرب والجوف وصنعاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتنضم إلينا من المنامة الكاتبة والمحللة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء. إذا إحاطة جديدة للمبعوث الأممي لليمن جريفيث حول الأوضاع في اليمن، تجاهلت عدة أمور وركزت على أمور أخرى. هنالك من ذهب للقول أنه قفز على المرجعيات الأساسية للحوار، تعليقك على هذا الطرح ومتابعتك للإحاطة. هي المرجعيات عموما قد كانت من فتره طويله هي صارت غير مرجعيه، يعني بمعنى انها صار الحديث عن اي اتفاقيه يفترض انه بيتجاوز المرجعيات، وعلى راسها مساله القرار الاممي.
الذي صدر في أول الحرب، والذي يعتبر صار الآن معرقل، يعني بيعتبروها الآن الدبلوماسيين الغربيين أنه معرقل لأي اتفاق. فبالتالي الحديث الآن كله بيتمحور حوالين فكرة شراكة وكيفية أنه كيفية الشراكة في الحكومة بقوات الأمن، في كيفية تأسيس جيش وقوات أمن بشكل في شراكة للميليشيات الموجودة أو القوى السياسية اللي أفرزتها الحرب. لكن المرجعية بمعنى أنه الحكومة الشرعية والسعادة الشرعية أعتقد أنه تجاوزتها تماما الحرب. نعم سيدة ميسا، أيضا كان من الملاحظ أن جريفيث ذهب للحديث عن تشكيل حكومة وفترة انتقالية على مدى بنى كل هذه الأطروحات. ألا يجب أن يكون هناك تقدم على الأرض، أن يحرز تقدم في المفاوضات؟ على أي أساس ذهب للحديث عن تشكيل حكومة وهو لم يستطع حتى تثبيت إيقاف إطلاق النار في الحديدة؟ هو يعتمد اعتقد على تقدم المفاوضات ما بين السعوديه والصين، ومفاوضات سريه لم تتوقف كما اعلن الوزير الخارجي السعودي بالرغم من التصعيد العسكري الذي حدث. فاتصور انه المبعوث الاممي بيفترض على هذا الاساس انه المساله سوف تتجه نحو التسويه. نعم، وأيضا تحدث عن أن يجب على جميع الأطراف تقديم تنازلات. إذا ما تحدثنا عن طرف الشرعية، ما هي التنازلات المتوقعة أن تقدمها أيضا الشرعية؟ الشرعية للأسف هي كقوة عسكرية أو سياسية هو من السهل التعامل معها أنها غير موجودة، يعني باستثناء أنه حزب الإصلاح له حضوره في معرب وتعز، فيما عدا ذلك الشرعية الممثلة بهادي وغيرها من مسألة الأسر الدستورية التي كانت موجودة في اليمن قبل الوحدة قبل الحرب عفوا، هذا كله خلص تجاوزها الزمن، يعني ما معناه أنه الكل صار يتحدث عن مرجعية جديدة، مرجعية سياسية مختلفة عن المرجعيات السابقة، والحديث كله عن مسألة شراكة. ولو تلاحظ أن الحوثي من أيام مؤتمر الحوار الوطني هو بيصر على فكرة الشراكة وليس الانتخابات، لأنه هو الشراكة معناها كوتا، معناها أنه في قسمة لكل طرف، فهو بيقدم نفسه كطرف بيمثل ثلث السكان باعتبار أنه سيتحدث عن تقسيم مذهبي لليمن، والثلث هو عادة بيكون معطل لإيجارات. فالحوثي هذا هو يمكن تصور المسألة، والكل صار متبني هذا التصور باعتبار أن الأطراف الموجودة الآن على الأرض كلها بتتحدث عن فكرة شراكة، سواء الجنوبيين أنه المجلس الانتقالي الآن أكبر ممثل لهم بيتكلموا على فكرة الشراكة على النص، فالكل بيتكلم الآن على شراكة مش على انتخابات أو مش على عملية سياسية مثل التي كنا نشهدها أو كنا بنسمح لها من سنة 2011. نعم، إذا سيدة ميساء اسمحي لي أن أشرك معنا في الحديث الناشط السياسي يوسف مرعي الذي ينضم إلينا من موسكو. مرحبا بك يوسف. إذا إحاطة جديدة لمجلس الأمن، تحث الأطراف على تقديم تنازلات والدخول في مفاوضات برعاية أممية، أن يقول جريفيث هذا الكلام، إذا ما الذي كان يتم خلال الأيام الفائتة؟ أليس هو ما يحدث أن الأمم المتحدة هي من بعثت جريفيث ليكون مندوبها لتعبر عن وساطة للقضية اليمنية؟ بداية مرحبا بك وكل السادة المشاهدين. بالنسبة لإحاطة جريفيث، حين يقول ان قرائن الاحاطه يتكلم على ان الاطراف السياسيه تؤمن بالحل السياسي. انا اعتقد الاحاطه جاءت في سياق اسقاط الواجب واستمرار في فشل في مهامه. مثلا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم ارتكب الحوثيين الاف السلوكات ويقومون بشكل يومي بانتهاكات جسيمه ضد المدنيين، كذلك اعمال الابتزاز والجبايات. الكل ايضا يتذكر مهزله اعاده الانتشار وكيف ان الحوثي البس افرادهم زي العسكري واسماهم بانها قوات امنيه منحايده وانه اخرج ميليشيات من المدينه. كذلك الحوثي يعرقل بحسب جلسات مجلس الامن حول اليمن ومبعوث اعمال الاغاثه الانسانيه، يعرقل جهود الاغاثه الانسانيه ويقوم بتحويل الاغاثه التي تقدم للمتضررين لصالح تحت شعار الجهود الحربيه يحولها للربح.
جريفيث ايضا تحدث في احاطته عن ما يسميه بتجاوز انصار الله واهتمامهم فيما يتعلق في قضيه انتهاكات حقوق الاطفال. كان حري بالمبعوث الاممي مارتن جريفيث وعبر مكتبه وعبر البعثه الامميه ايضا وعبر المنظمات الحقوقيه المعنيه بحقوق الطفل ان يجري احصاء باعداد القتلى الذي زج بهم الحوثي في المعارك الاخيره في نام والسبيده وجبهات تعز والضالع. جل هؤلاء القتلى من الاطفال من ابناء القبائل الذي ياخذهم الحوثي بالقوه من المدارس ويلقيهم في محارق الموت، بينما ابناء القاده الحوثي يرسلون للدراسه في افقى جامعات العالم. ايضا هذا مخالفات واضحه لاعمال القانون الدولي لحقوق الانسان، والكل يعرف هذه المخالفات. اعتقد انه ايضا حقق ذلك تاتي في اطار محاوله الاخيره بحسب ذكر انه يحاول احتواء حاله الهشاشه التي رافقت اتفاق السكون. انا اقول انه بعد الذي قامت به الشيخ الحوثي في الفتره الماضيه في مأرب وقصها للأحياء المأهولة بالسكان بالصواريخ الباليستية يؤكد أن هذه الجماعة لا تؤمن إلا بالعنف وأنها لا تترعرع إلا في ظل الفوضى والحرب. كذلك أنه يجب كان حاليا بجريفيث أن يتكلم، خصوصا أنه قرارات مجلس الأمن كلها تتحدث عن طرف شرعي وعن طرف انقلابي، أن ينصب جهد المجتمع الدولي في التعاطي مع هذه الجماعة، جماعة الحوثي باعتبارها جماعة إرهابية لا كطرف سياسي، لأن هذه الجماعة لا تؤمن إلا بالعنف وحالها كحال داعش منظمة إرهابية. نعم يوسف، إذا سأعود إليك للحديث عن ما ورد في الإحاطة من شكر للسعودية على فتح جسر جوي بين صنعاء والسعودية لنقل المرضى، متجاهلا أيضا المطالب الشعبية بفتح المطار ووضع المطارات الأخرى. عودة إليك سيدة ميساء، هنالك من يرى أن جريفيث ربما منفصل عن الواقع، ذهب للحديث عن أشياء ليست أساسية متجاهلا مستجدات الأوضاع في الأرض، التصعيد العسكري الحادث في المهرة والاشتعال في الجبهات خاصة جبهات نهم، الجزر اليمنية، الأطماع السعودية الإماراتية الانتقالي، كيف يمكن له أن يتجاهل كل هذه المستجدات؟ هذه طبيعة المبعوثين الأمميين، يعني هم أصلا في النهاية هم يريدوا هذا بالنسبة لهم كأنهم سجل وظيفي، ماذا عن جهل؟ فهو من يهم أنه يقدم أنه في إنجاز بيحصل على الأرض وفي تقدم بيحصل، والنمو بيبني على هذا التقدم في أنه في اتفاق سلام محتمل. المسألة هنا بالنسبة للتصعيد العسكري لا يهم، إذا كان في تقدم في المفاوضات ما بين الحوثيين والسعوديين هو بينظر أنه هذا معناه ان كل شيء سينتهي بمجرد ان يعني مجرد ان المفاوضات توصل لمرحله العلن ويحصل اتفاق رسمي ما بينهم، فبالتالي هي هذه المساله اللي بتشغل باله. لكن بقيت الجمعيه بالنسبه لها اما تفاصيل اما مساله لها علاقه بالطبيعه الوظيفيه لها، بالطابع الوظيفي، يعني هو بالاخير بيتصرف كانه كاي موظف اداري او بيروقراطي. فالمساله لها علاقه ببيروقراطيات الامم المتحده. هو يهم ايضا انه الان في مفاوضات جاريه ما بين السعودية والسعودية، فبالتالي في لحظه ما حتتوقف هذا التصعيد. نعم. طالما اذا اتفقوا الحوثيين والسعوديين او وصلوا لرؤوس اقلام تؤهل ان الاتفاق هذا يتحول الى العلن، تصبح مفاوضات معلنه واتفاق رسمي. نعم. سيدة ميساء، هنالك من ذهب للتساؤل مؤخرا، هل فعلا الأمم المتحدة جادة بمسألة إيجاد حل سياسي للقضية اليمنية، ومن يتحمل مسؤولية عرقلة الوصول إلى حل، من أقصد الأطراف المحلية؟ هو العرقلة الوصول إلى حل هذا يتحمل مسؤوليتها الجميع، سواء الحوثي لانه صار مستفيد من الحرب او حتى الحكومه الشرعيه التي صارت مستفيده من استمرار الحرب وليس من انهائها. وهذا كله بيصب في صالح انه الحرب تستمر. فبالتالي اتصور انه الجميع مستفيد بشكل او باخر. نعم. ما صعب انك تتكلم من المسؤول
الان في اقتصاد حرب تشكل، في مستفيدين من الاقتصاد هذا، في شبكة فساد تشكلت سواء على مستوى الحوثيين او على مستوى الحكومة. فاحنا نتكلم على مسألة صارت شديدة التعقيد يعني. نعم، إذا سيدة ميساء شجاع الدين الكاتبة والمحللة السياسية اليمنية كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك. إذا عودة إليك سيد يوسف مرعي، إذا كان من الملاحظة أن جريفيث ذهب لشكر السعودية على فتح جسر جوي من صنعاء إلى السعودية لنقل المرضى، بعد 5 سنوات يتم الحديث عن هذه الجزئية بامتنان متناسيا الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، وضع مطار سيئون، وضع مطار عدن. كيف يمكن فهم هذا التعامل من قبل الأمم المتحدة للوضع الإنساني الكارثي في اليمن؟ بالنسبة لما ذكره جريفيث في حافظ، أعتقد أنه الشكر للسعودية تأتي في إطار التحول الجذري في طبيعة التعاطي السعودي مع الحوثيين، خصوصا بعد استهداف أرامكو، رغم أن بحسب تقرير مجلس الخبراء التابع للامم المتحده هذا الاستهداف جاء من ايران ولم ياتي من قبل الحوثيين، لكن الحوثيين باعتبارهم اداه ايرانيه او اداه ضغط على السعوديه جعلت ان السعوديه ايضا تذهب في مساله كذا. الملاحظ للمتابع للمشهد اليمني ان السعوديه تعمل او التحالف يعمل على تثبيت الحوثيين كأمر واقع، لأن كل الشواهد تؤكد مثلا الاستهداف المتكرر للجيش الوطني، عدم ليس هناك عمل جاد للدفع أن الشرعية تبسط نفوذها وسيطرتها على ما تبقى من الأرض اليمنية، وهذا بالتالي يؤكد أنه السعودية كطرف رئيسي في الحرب تذهب مع جريفيث مع غيره في محاولة تثبيت هذه الجماعة وتثبيت حكمها. أيضا أغفل عندما يتكلم عن شكر السعودية في مسألة فتح الموانئ الجوية لبعض المرضى، يجب أن نذكر مثلا هناك أغلب مطارات اليمن تم تعطيلها، الجسر الجوي اليمني تم تدميره بالكامل، لا يملك اليمن الا طائرتين فقط. وبالتالي هذه الطائره لا تستطيع حتى ان تمكث في الارض اليمنيه، يجب ان تدفع ما يقارب 20,000 دولار لكي تبيت ليله واحده في خارج الاراضي اليمنيه. وهناك الاف الحالات والمرضى ايضا في المناطق فيما يسمى المناطق الخاضعه للسيطره الشرعيه. كذلك غفل جريفيث مسألة تدمير البنية التحتية اليمنية أو المنشآت، هناك آلاف المدارس التي تم تدميرها سواء من قبل الحوثيين أولا لأنهم استخدموها كسكنات عسكرية، ثانيا استهدافها من قبل طيران التحالف، وهذا ما دفع مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين لم يستطيعوا الالتحاق بالدراسة. كذلك المستشفيات، لأن اليمن تعاني أزمة حقيقية ومجاعة حقيقية، وهذه الكوارث ما كانت بتحدث لولا الكل يعرف دول محور الشر العربي والثورات المضادة وما الحقت في 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 اليمن. كان اليمن على وشك إتمام عمليات ديمقراطية وإنجاز تحول ديمقراطي هام، إلا أنه جمعت الحوثي من جهة وهذه الدول كلها تعمل على عرقلة هذا الشعب اليمني الطموح. في النهاية هذه الحرب لن تستمر طويلا وسينهض اليمنيون. أيضا ذهب سيد يوسف، أيضا ذهب جريفيث للحديث عن استمرار ستوكهولم، وبذات الوقت تحدث عن الذهاب لتشكيل حكومة، ألا يناقض بذلك نفسه؟ في نقطة في تكلم في محاولة لدحض الشبهة عن نفسه أنه محايد، أن الزيارات المتكررة التي يجريها بشكل مباشر إلى صنعاء تأتي في إطار أو في سياق تقني بحث بعيدا عن التسييس، هكذا ذكر في إحاطته، يعني كأنه يناقش، قال أنه يناقش وضع ناقلة السافر، ناقلة النفط الرابضة في أحد الموانئ اليمنية ولا
التي يمكن ان تشكل تهديد بيئي في البحر الاحمر، يعني كانه يناقش مع رئيس المجلس السياسي النشاط هذه المساله التقنيه. الموضوع كله يحتاج الى فريق خبراء وهندسيين تابعين للامم المتحده ويقومون في مساله حل اشكاليه هذه الناقله وعدم تسببها في كارثه بيئيه. مساله ان يذهب جريفيث للحديث عن عملية سياسية أو تشكيل حكومة جديدة، أعتقد هذا يتناقض مع جوهر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة في اليمن. أيضا كان ينبغي لجريفيث أن لا يغفل مسألة التدخل مثلا السعودي في المهرة، رغم أن قرارات مجلس الأمن تؤكد على سلامة ووحدة أراضي اليمن، يعني وبالتالي المهرة بعيدة جدا عن أعمال الصراع الدائرة مع الحوثيين المتمردين الحوثيين، وذهبت السعودية بعيدا، وهذا يخالف وين تهيك سيادة الدول الوسطى في حق الأمم المتحدة. نعم، إذن السيد يوسف مرعي الناشط السياسي كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي، مرحبا بك سيد عبد الحفيظ. مساء النور أختي الكريمة، أهلا وسهلا وبضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. إذن إحاطة جديدة للمبعوث الأممي ربما لم تأتي بجديد، كان من الملاحظ أنه أغفل لأهم المستجدات ربما في القضية اليمنية كالتصعيد العسكري في المهرة، فشل اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي وغيرها من الملفات المهمة والجزئيات المهمة في الملف اليمني. كيف يمكن فهم هذا التعامل الأممي مع القضية اليمنية؟ نعم، للأسف الشديد هذا التعامل الأممي مع القضية اليابانية على ذات النطاق منذ الأحداث في 2014-15 حتى اليوم، الأمم المتحدة تتعامل بجفاء مع القضية اليمنية بل بتواطؤ مع كافة الجهات التي تقف ضد الشعب اليمني وضد الحكومة الشرعية، بل استمرعت الصمت إزاء كل الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات، بل أيضا استمرعت الصمت إزاء التدخلات الإدارات فيما يتعلق باتساخ ميليشيات انقلابية في جنوب الوطن. وبالتالي في اعتقاد أن الأمم المتحدة لم تقدم رغم حتى ملف السويد مرة الاتفاقية ستوكهولم، كلها باعت بالفشل حتى هذه اللحظة، والحديث عما يتعلق بالأسرى والتبادل وما إلى ذلك كلها قضايا معلقة تقف الميليشيات الحوثي ضدها، إضافة إلى ما يحدث أيضا من مستجدات في محافظة المهرة. كل هذه الخروقات التي تستهدف الشعب اليمني بأكمله، للأسف الشديد الأمم المتحدة تتعامل بعين واحدة تجاه كل الأجهزات والجهات الأخرى التي تمارس ضغوط فيما يعني التوجه نحو محاولة تنبيق الشعب اليمني، وبالتالي في اعتقادي أن الأمم المتحدة لن تقدم أي حل للشعب اليمني، وعلى الشعب اليمني أن يلتف صفا واحدا وأن تتوحد كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية والحكومة الشرعية، أن توحد كافة أجهزتها إضافة إلى القوات الجيش، أن تتوحد بشكل متكامل ويكون اليمنيين كرامتهم وهويتهم ومشروعهم الواحد في استعادة الدولة والهوية. ما لم فإن الرهان على الأمم المتحدة لم يعد مقبولا، وهناك تجارب في العراق وتجارب في سوريا وتجارب في ليبيا، وعلى الشعب اليمني أن يخرج على الأقل بتجربة جديدة وهو بعدم الشعب بتعامل بمرونة مع ما تقوم به الأمم المتحدة من مواقف للأسف الشديد هلامية لا 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 تحسب أي قضية من قضايا الصراع، وبالتالي اليمن جزء من هذه القضايا النايعة في المنطقة العربية التي تتخذ الأمم المتحدة إزاها موقف سلبي وليس بل تعقيد الأزمات العربية والأزمة اليمنية على وجه الخصوص، وليس تذهب إلى موضوع الحل رغم كل الاتفاقيات والحوارات التي تعقدها وتشرف عليها الأمم المتحدة تؤول إلى الفشل. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي الكاتبة والمحلل السياسية ميساء شجاع الدين، وأيضا المحلل السياسي والناشط السياسي يوسف مرعي، وأيضا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. شكرا جزيلا لكم، وشكر وموصول الزميل معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبار. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.